लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है जीवन का हर सपना जज़ीरा मुस्तक़ल واليوم الحمد لله اللي اصبحنا مواطنين جزائريين فقط ما بعد هذه السياحة والاستباحة لكل المواطنين في الداخل والخارج نشكرهم جزيل الشكر دائما في السراء وفي الضراء وشكر لهم شكون هما؟ العباد عباد الجزائريين والجزائريات الصالحين قول في كل مكان العباد الصالحين واش رايك سي ربح في البحر تاع خرايف هذا؟ هاد انت جدودنا من بكري كان يجدونا ويهدونا به عليه ولكن الحمد لله قادرين على شغلنا. على كل حال شكون جدنا هذا؟ الجد يعني الاول تقدر تعطينا الاسم تاعو سي ربح؟ الجد الاول هو ابن خروفه الخائف من كل المستعمرات. وش رايك في يعني سي ربح تقدر تعطينا يعني نبذة تاريخية على الطهر الأحمر هذا يعني. الطهر الأحمر الناس الكل تعرف بأن الطهر الأحمر ملك الخرايف والعباد المؤمنين المسلمين ولكن اليوم أنا الحمد لله حققنا هدف غير مشروع ولكن للأسف سنكون في المستوى إن شاء الله. وأين يوجد بالضبط هذا الطهر الأحمر هذا؟ في نواحي سكيدة البيضاء. سكيدة البيضاء. على كل حال نشكرك يا ربح جزيل الشكر يعني والكلام اللي ما ينتهي من بعد يعني انت لاول مره تاتي اليوم في هذه السنه اللي عام 2000 منذ 20 سنه من اتي الى هنا ولكن اليوم ما زالت القدره الالهيه بعون الله العلي العظيم ان اكون في احسن المستوى. ما زالت البركه ان شاء الله. تقدر تعطينا بارك الله سي ربح شعر ولا حاجه كلمه ولا شعر ملحون ولا حاجه هكا باش نسجلوها في الانترنت. ايه قال لك يا دخل سوق النساء سوق ديار يا دخل ورد بالك في ربع قنطار ويخسرك في راس مالك. يعطيك الصحه يا خويا واش نقول لك يعني وبهذه الكلمات الرائعه يعني نقوم بالشكر الجزيل السيد ربح راب و على يعني لاحقا عن قريب ان شاء الله سوف تشاهدونه في سيت يوتيوب انترنت تاكو فيري فيري ماتش اوروفوار.